ما نصيحتكم لمن عنده بنات والبلد فيها اختلاط في التعليم من المرحلة الابتدائية؟ أن يختار لهن مدرسة في البيت، يختار تدريسهم في البيت، أو أن أهل الخير يجتمعون ويكونون مدرسة لبناتهم، مدرسة أهلية على حسابهم. وأما الاختلاط فلا يجوز، الاختلاط في التعليم لا يجوز بين الذكور والإناث. والدراسة ليست ضرورية، دراسة اللي فيها اختلاط لا تجوز وليست ضرورية، لكن إذا تيسر دراسة ما فيها اختلاط بها ونعمت، إذا ما تيسرت فالحمد لله، ما هي ضرورية. إذا تعلمت أمور دينها كيف تصلي وكيف تتوضأ وكيف، إذا تعلمت أمور الدين يكفيها هذا.